أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة، إن حياتي وحياتك مثل قصة إن طالت أو انقصرت، كما قال موسى النبي قديما أفنينا سنينك قصة. في قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. في قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا عن طريق زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، أو بيرسلوا لنا خطابات، أو بكل الطرق. بنكون سعداء جدا بالتواصل معكم أحباء المشاهدين. قصتنا النهاردة قصة خاصة جدا، حلقة مميزة جدا، لأننا النهاردة بنتكلم قصتنا بعنوان خادم الرب دكتور القس إيميل بطرس. دكتور القس إيميل بطرس واحد من عظماء الخدام اللي رقد في الرب يوم 3/8 سنة 2009، ويعني الجنازة كانت في كنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة في القاهرة، وكان تأثير كبير. والأسيس إيميل بطرس راعي كنيسة الرسولية بالشرابية، يعني خدم الرب سنين طويلة وكان سبب بركة عظيمة لناس كتير. أنا لما كان بيشرفني الرب أروح أخدم في هذه الكنيسة، يعني بلاقي مئات، أو الحق مئات اللي بيجوا دايما علشان الأسيس إيميل يصلي لأجلهم، أو الرب يستخدمه في حل مشاكلهم العائلية. وأكيد أغلبنا اللي بيشاهدوني دلوقتي قدر يشوف وعظات الأسيس إيميل بطرس اللي كانت وما زالت بتذاع على بعض القنوات الفضائية. هقول باختصار شديد بعض المعلومات عن الأسيس إيميل بطرس. ولد بقرية النخيلة محافظة أسيوط في يوم 4 يناير سنة 1941. باباه كمان أسيس، كان راعي لكنيسة نهضة القداسة في النخيلة، يعني كمان ابنه يسام اللي هو الأسيس يسام يبقى ابنه أسيس وبابا أسيس، يعني يسام بابا وجده أسيس. التحق بكلية التربية جامعة عين شمس سنة 1959، تخرج من كلية اللاهوت الرسولية ببورسعيد سنة 1965. قام برعاية كنيسة هوارة، هوارة دي جنب بني مزار في صعيد مصر، سنة 1965. قام برعاية كنيسة الوراق في القاهرة، كنيسة الوراق الرسولية، من سنة 1972 لغاية 1975. تزوج من الأخت الفاضلة نرجس تقاوي، اللي هي أخت الشيخ الوقور الأخ كمال تقاوي، يوم 3/3 سنة 1970. وعندهم 3 أولاد. طبعا الأسيس يسام راجل بركة جميل، والأخت سوسنة، وأيضا أخونا رفيق. التحق بكلية اللاهوت سي تي اس ببلجيكا سنة 1976، وتخرج منها سنة 1977، وحصل على ليسانس أداب وبكالوريوس لاهوت. عين أستاذا في كلية اللاهوت الإنجيلية للشرق الأوسط للكنيسة الرسولية في عام 1977. طبعا أصبح راعي الكنيسة الرسولية بالشرابية من سنة 1978 لغاية يوم 3/8/2009 لما صعد إلى السماء. التحق بمركز الدراسات النفسية بألمانيا TCCB، وحصل على دبلومة في الشفاء النفسي سنة 1980. درس الماجستير في كلية ELBI في مينيسوتا في أمريكا، وحصل على درجة الماجستير في اللاهوت والفلسفة. حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في العلوم اللاهوتية من كلية MGST التابعة لجامعة مينيسوتا بأمريكا في يونيو سنة 2000. عين في أكتوبر سنة 2000 عميدا لكلية اللاهوت الإنجيلية بالشرق الأوسط
خدم الرب عضوا باللجنة التنفيذية للكنائس الرسولية ورئيسا للجنتي الشباب ومدارس الأحد، وعظ وعلم في كثير من دول العالم، واستخدمه الرب من خلال كثير من وسائل الإعلام. بدأ خدمة التلفزيون سنة 2004 إلى يوم رقاده يوم 3/8 سنة 2009. أحبائي المشاهدين، برقاد رجل عظيم في خدمة المسيح زي الأسيس إيميل، دايما بيبقى في ذهني حاجتين. حاجة الأولى أني أكيد هذا الرجل ترك أثار عظيمة ستدوم، لينطبق الكتاب إن مات يتكلم بعد. لكن الحاجة الثانية المهمة في رقاد ناس عظماء زي دولة، بصلي أن يقيم الرب أجيال جديدة. سنستكمل معا قصتنا النهاردة عن خادم الرب العظيم الدكتور القس إيميل بطرس بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. ومهما طال الزمان بحرب وكرب وهوان، ومهما طال الزمان بحرب وكرب وهوان، يسوع أعد السما لينا وفي انتظارنا على المينا. يسوع أعد السما لينا وفي انتظارنا على المينا، ويوم ما تيجي وتاخدني منظر جمالك يسعدني، اهتف وارنم واغني والفرح لا ينزع منه. ومهما سالت الدموع ومهما كان عطش وجوع، ومهما سالت الدموع ومهما كان عطش وجوع، الأذرع الأبدية حملاني وأنا في البرية، الأذرع الأبدية حملاني وأنا في البرية، ويوم ما تيجي وتاخدني منظر جمالك يسعدني، أهتف وأرنم وأغني والفرح لا ينزع مني. قلبي وروحي في انتظار حتى يطلع النهار، قلبي وروحي في انتظار حتى يطلع النهار، لما أرى أكون مثله لأنني ملك لشخصه، لما أرى أكون مثله لأنني ملك لشخصه، ويوم ما تيجي وتاخدني منظر جمالك يسعدني، أهتف وأرنم وأغني والفرح لا ينزع مني. حلقتنا النهاردة تتكلم عن خادم الرب العظيم القس الدكتور إيميل بطرس، وإزاي الرب استخدمه استخدام عظيم إلى أن وصل إلى السماء في انتظار مجيء الرب اللي ياخدنا تاني. ذكرنا قبل الترنيمة الحلوة مع مرنمنا منير حبيب أنه في رقاد هؤلاء العظماء بنفكر دايما أنه لابد أنهم أثروا في الجيل اللي بعدهم. وفعلا لما طلبت من الأسيس يوسام اللي هو ابنه، وده أخ مبارك خادم للرب، ويعني لما بلاقيه بيخدم يعني ولا بيرنم، الأسيس يوسام مع الفريق اللي معاه بركة غير عادية. لما طلبت منه يديني معلومات اداني هذه المعلومات اللي ذكرتها لحضراتكم، ولكن أيضا اداني معلومة أنه من خلال خدمة الأسيس إيميل بطرس في كنيسة الرسولية بالشرابية 6 أسس تفرغوا للخدمة، يعني درسوا وتتلمذوا على إيديه وتفرغوا للخدمة. ودي الفكرة المهمة اللي ذكرها في الحديث أخونا منير
وإن مات يتكلم بعد. أنا بقول لكل اللي بيخدموا الرب وأنا معاكم، من المهم جدا، من المهم جدا أن نعلم إن إحنا حياتنا على الأرض محدودة، الرب قرب يجي أو ممكن إحنا نروح له، ومن المهم جدا حسب كلمة الله أن نتلمذ آخرين للمسيح. مثلا الرسول بولس في رسالة تيميثاوس الثانية وصح 2 يقول لابنه تيميثاوس: ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. يعني ربنا حاشا، يعني في اللي بقوله ما بيموتش، حاشا، الله حي إلى أبد الأبدين. ربنا بيدفن خدامه ويقيم آخرين، طبعا بيدفنهم وياخدهم عنده في السماء، بعض منهم بيختطف حي زي إيليا وأخنوخ. ولكن اللي دفن موسى رجل الله، الله مرضيش يخلي حد يعرفه، حتى عارفين القصة لما الشيطان حاول يظهر قبر موسى للشعب علشان يعبدوا القبر، وحصل مشاجرة ما بين الشيطان والملاك ميخائيل علشان قبر موسى. تقول لي فين الكلام ده؟ في رسالة يهوذا. الفكرة ان ربنا دفن موسى وكانت مناعة عظيمة، وقالوا خلاص كده مفيش حل، انتهت الدنيا. لكن ربنا اقام يشوع، عارف ليه؟ لان موسى في حياته اهتم بتدريب يشوع ان يكون تلميذا له، وهكذا. خطف الرب ايليا الى السماء، وطبعا لما ايليا يختفي من المشهد دي حاجة صعبة جدا، كله قال الدنيا ضلمة مفيش فايدة، لكن الله أقام إليشع فعلا باتنين من روح إيليا. يعني إيليا عمل 7 معجزات، إليشع ربنا استخدمه وعمل كام؟ عمل 14، يعني مش عايز يعني 14 مجموعة من المعجزات، فيها معجزات مركبة يعني هي أكتر، فعمل أكتر. إيه اللي نستفيده؟ نستفيده أحبائي المشاهدين الخدام والخادمات، أيا كانت خدمتك، ابحث عن تيميثاوس بتاعك، ابحث عن يشوع بتاعك، ابحث عن لو أنت إيليا ابحث عن إليشع بتاعك، وهكذا. وقول يا رب أنا بساعد هؤلاء علشان أنا لما يجي الوقت وأوصل عندك يكونوا هو موجودين. أطلب التعزية لينا ولكل الأسرة، وبصلي أن يقيم الرب كثير جدا من إيميل بطرس، كثير وكثير وكثير، إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. من المهم جدا أن نعلم إن إحنا حياتنا على الأرض محدودة، الرب قرب يجي أو ممكن إحنا نروح له، ومن المهم جدا حسب كلمة الله أن نتلمذ آخرين للمسيح، لأن موسى في حياته اهتم بتدريب يشوع أن يكون تلميذا له. المشاهدين الخدام والخادمات أيا كانت خدمتك، ابحث عن يشوع بتاعك. يسوع أعد السما لينا وفي